تحل اليوم ذكرى رحيل وحش الشاشة الفنان فريد شوقي الذي تمكن من كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية. ملك الترس صنفت أفلامه ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حملت قضايا ومشاكل المجتمع، إلى أن رحل في 27 من يوليو من عام 1998 تاركا اسما كبيرا في عالم الفن. We'll be right back.